العاشرة مساء، عرض لا أهم وآخر الأخبار من الجزيرة مباشر مصر، أهلا بكم. دعا محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب السابق دعا المتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية إلى الدخول في اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم، والتي تمثلت في حل جماعة الإخوان المسلمين ووقف ما وصفوه بأخوانة الدولة. هذا وقد بدأ المتظاهرون في الإعداد للاعتصام ونصب القيام بشارع المرغني بمنطقة مصر الجديدة. هذا وقد تعرض طاقم قناة الجزيرة مباشر مصر للاعتداء من قبل مجهولين في محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة، ما أدى إلى إصابة أفراد الطاقم وتحطيم الكاميرات وفقدان المعدات الفنية الخاصة بطاقم الجزيرة مباشر مصر. أعلنت عدة قوى وأحزاب سياسية عدم المشاركة في المظاهرات، وأكدت في الوقت نفسه تمسكها بحق التظاهر والتعبير عن الرأي مع الالتزام بالنهج السلمي خلال التظاهرات، واعتبرت قوى إسلامية المظاهرات انقضاضا على الشرعية وثورة مضادة، كما رفضت قوى أخرى من بينها حزب الجبهة الديمقراطية واتحاد شباب الثورة والجبهة الحرة للتغيير السلمي رفضت المشاركة في التظاهرات بسبب عدم وضوح أهدافها وعدم الإعلان بشكل واضح عن الداعين إليها. هذا وقامت القوات المسلحة والشرطة بتعزيز الإجراءات الأمنية أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة، وقامت بوضع العديد من الحواجز، وانتشرت سيارات الأمن المركزي في الشوارع المحيطة بالقصر الجمهوري، كما قامت قوات من الجيش والشرطة بإغلاق الشوارع المؤدية لوزارة الدفاع. كما كثفت وزارة الداخلية الاستعدادات لتأمين تظاهرات اليوم، وانتشرت قوات من الأمن المركزي ومدرعات في محيط عدد من المنشآت الحيوية ومقار جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة. وأكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال اليومين الماضيين في ضبط 192 من العناصر الإجرامية لمنع اندساسهم في صفوف المتظاهرين لإحداث أعمال الفوضى والشغب. كما أعلنت وزارة الصحة رفع حالة الاستعداد في المستشفيات المحيطة بمناطق التظاهر، وخصصت الوزارة 51 سيارة إسعاف تحسبا لأي طوارئ أو إصابات قد تحدث بين المتظاهرين. في المقابل، وقعت احتكاكات في ميدان التحرير بين أنصار ومعارض الرئيس محمد مرسي بعد سماع دوي طلقات رصاص، حيث قام المتظاهرون بمطاردة الشخص الذي أطلق النار، كما وقعت اشتباكات في المسيرة التي شارك بها عدد من أعضاء حزب التجمع وبين مؤيدي الرئيس محمد مرسي في شارع طلعت حرب، وتبادلوا التراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة. نشبت اشتباكات بين متظاهرين وأهالي منطقة سيدي جابر في محيط مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية، وكان العشرات قد تظاهروا احتجاجا على ما وصفوه بسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على الحكم وللمطالبة بتقنين وضع الجماعة أو حلها، وذلك قبل أن تندلع اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء، فيما شهدت المنطقة المحيطة بمسجد القائد إبراهيم مظاهرة شارك فيها العشرات من مؤيدي الرئيس محمد مرسي، رددوا خلالها هتافات تندد بدعوات التظاهر ضد الرئيس والتي وصفوها بالثورة المضادة. وقد سادت ميادين وشوارع معظم المحافظات حالة من الهدوء الشديد، حيث غاب المشاركون عن مظاهرات اليوم والتي دعا إليها عدد من القوى والحركات السياسية، كما شهدت مقرات حزب الحرية والعدالة بمراكز ومدن المحافظات تواجدا مكثفا من قبل قوات الأمن وأعضاء الجماعة، وذلك للتصدي لأي خروقات أو أعمال تخريبية قد تتعرض لها هذه المقرات. حذرت السفارة الأمريكية بالقاهرة رعاياها في مصر من خطورة التواجد في مناطق التظاهر والأماكن التي قد تشهد تجمعات كبيرة خلال تظاهرات اليوم، وقالت السفارة في بيان لها إن مظاهرات اليوم قد تشهد احتكاكات واشتباكات بين المناوئين للرئيس محمد مرسي ومعارضيه، مطالبة رعاياها باتخاذ الحذر اللازم.
قرر المستشار حسن النجار محافظ الشرقية رفع حالة الطوارئ بالمحافظة وفتح غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين من المياه، وذلك بعد إصابة 143 من أهالي قرية ميت سهيل بحالات تسمم. وقامت الأجهزة المعنية بإرسال عينات من مياه الشرب بالقرية إلى المعامل المركزية لتحليلها. انتهى مشاهدينا موجز الأخبار. لمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت ومتابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته، كما نستقبل تعليقاتكم وأسئلتكم عبر صفحتينا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. ألقاكم على رأس الساعة القادمة في أمان الله.